بارومتر الزئبق. طبعا البارومتر الزئبقي للعالم الكبير تورشيلي عمل حاجة زي ما انتم شايفين كده في التجربة الموضحة قدامكم. جاب أنبوبة زجاجية طويلة ملأها بالزئبق ووضع أصبعه على فتحة الأنبوبة ثم قلبها رأسا على عقب ونكسها في حوض به زئبق. آدي الأنبوبة، حط الأنبوبة نكسها رأسا على عقب وبعدين فتح الأنبوبة في أثناء وجودها داخل الزئبق. فوجد إيه؟ وجد إن الأنبوبة دي بينخفض فيها سطح الزئبق لغاية درجة أو لغاية مقدار معين. دلوقتي إحنا في عندنا حاجة لازم نكون عارفينها، لو عندنا ميزان مش الميزان بيبقى له كفتين؟ لو حطيت كيلو حديد في كفة وفي الكفة التانية حطيت فلين فاتزنت الكفتان، دليل على ان اللي على الكفه دي اللي بيضغط على الكفه دي قد اللي بيضغط على الكفه دي، اللي بيأثر على الكفه دي قد اللي بيأثر على الكفه دي. تمام. فهو قال ايه؟ دلوقتي انا لو افترضت ان انا عندي ده عمود من الزئبق وده عمود من الهواء والاثنين بقوا في مستوى افقي واحد كده، مش الوقتي الطبيعي يقول ان الوزن ده يكافئ الوزن ده، لان دول كانهم على كفه الميزان. فلو الزئبق كان اعلى في الوزن كان هيضغط لاسفل ويرفع ده الاعلى، طب ولو كان الاعلى كان هيضغط ويرفع ده الاعلى. طب عمل ايه؟ بص بقى، أول وظيفة من وظائف البارومتر الزئبقي هو قياس الضغط الجوي. جبنا البارومتر أنبوبة مليانة زئبق نكسناها في حوض به زئبق، فانخفض ضغط الزئبق في الأنبوبة لغاية ما نزل للمستوى اللي حضرتك شايفه اللي هو 76 من 100 متر زئبق أو 76 سنتي يعني. طيب الجزء اللي فوق ده سموه فراغ تورشيلي، وهو الحيز الذي يعلو الزئبق في الأنبوبة البارومترية. طبعا الزئبق الفضي واضح اهو. لو خدنا نقطتين، نقطة بره سميناها بي ونقطة جوه سميناها أو العكس، يعني خدنا هنا نقطة بي وهنا نقطة إيه، فإن أليس الضغط عند نقطتين في مستوى واحد هيكون متساوي؟ لأنه ده كأنه ميزان، وزن عمود الزئبق هنا على الكفة دي يعادل وزن عمود الهواء هنا على الكفة الثانية، يعني ضغط الهواء على المنطقة دي يساوي ضغط الزئبق على المنطقة دي. طب اللي بيضغط على سطح الزئبق هنا هو الضغط الجوي، امال ايه اللي بيضغط على النقطة دي؟ هو وزن الزئبق اللي هو رو جي اتش. طبعا الضغط داخل فراغ تورشيلي لانه فراغ فيبقى الضغط فيه بكام؟ بصفر. طب يبقى كده البي ايه هتساوي رو جي اتش او اتش رو جي؟ طب عوض بالاتش اللي 76 من 100 في 13595 اللي هي كثافه الزئبق في 9.8 من 10 اللي هو عجله الجاذبيه، يطلع لك الواحد 13 من 1000 في 10 اس 5، وبكده يبقى قسنا الضغط الجوي. يبقى احنا لو عايزين نقيس الضغط الجوي مش هنقدر نوزن عمود الهواء من عند سطح الارض لغايه نهايه الغلاف الجوي عشان نجيب الرو جي اتش لانه مائع، لكن نقدر نستعيد عنه بحاجه تتوازن معاه. فاستعدنا عنه بعمود من الزئبق اللي حضراتكم شايفينه في الانبوبه، فيبقى الضغط هنا بيتعادل مع الضغط هنا، وبالتالي 1.13 من 1000 في 10 اس 5 متر على المتر المربع. الرقم ده عايزين يا اولاد نحفظه ونفهمه ونبقى متقنين له كويس جدا جدا، عشان كثيرا ما يعني هيحتاج ان احنا نكون حافظينه ونستخدمه في تحويلات الضغط. الحاجه الثانيه من فوائد البارومتر الزئبقي استفدنا منه في ايه؟ احنا لسه في الشريحه اللي قبل دي بنقول ايه؟ بنقول ان الضغط يعادل 76 سنتيمتر زئبق. ليه؟ ما هو انت عندك لو ده سطح الارض وحطيت البارومتر هنا
السؤال يعني لو طلعنا صعدنا يعني بالبارومتر ده لجبل، الغلاف الجوي هنا، كل ما اتجهنا لأعلى كثافة الهواء بتقل، كان بيبعد عن الأرض وجاذبية الأرض، فالجزيئات اللي بتصطدم بسطح الزئبق هنا بتبقى أقل، وكمان لو هناخدها من ناحية الروجي اتش فالاتش هيقل، لأن إذا اتجهنا لأعلى مسافة كده فالاتش دي غير الاتش دي كلها. يعني إحنا لو بصينا على ده، لو حطينا البارومتر عند سفح جبل، طبعا أكيد هيبقى ارتفاع عمود الهواء المسافة دي كلها، ده حتى نهاية الغلاف الجوي. طب لو حطينا عند قمة جبل هيبقى الحتة دي من فوق لغاية هنا، هل دي قد دي؟ لا، أولا من حيث الكثافة، من حيث يعني الاتش الارتفاع هينقص، طب ومن حيث ضغط اللي بتمارسه الجزيئات على سطح الزئبق، أكيد الجزيئات الأكثر كثافة في المنطقة دي غير الجزيئات الأقل كثافة في المنطقة اللي فوق. قياس ارتفاع الجبل والمبنى بنعمل الآتي: بنحط البارومتر مرة تحت وناخد قراءة، ومرة فوق وناخد قراءة. يبقى أنا كده الزئبق اداني كام قراءة؟ اداني 2. المفترض إن أنا لو قست فرق الضغط بالبارومتر هو نفس الفرق في ضغط الهواء الجوي، صح؟ يعني ضغط الهواء الجوي هنا روجي اتش 2 وهنا روجي اتش 1، هناخد ده يعني اتش كابيتال اللي هي بتاعت الهواء، واتش 1 واتش 2 سمول بتاعت الزئبق، عشان بس نفرق ما بينهم. مفترض ان فرق الضغط الزئبق يعادل فرق ضغط الهواء، ليه؟ مش ضغط الهواء تحت بيعادل ضغط الزئبق؟ اه، وفوق ضغط الهواء فوق بيعادل ضغط الزئبق؟ اه، يبقى المفروض لو جبت الفرق بينهم فوق وتحت، المفترض لو طرحت الاثنين كهواء او الاثنين كزئبق يدوني نفس القيمه. فلو عوضت اتش 2 ناقص اتش 1 رو جي، اتش 2 ناقص اتش 1 رو جي، بس دي حاله زئبق ودي حاله هواء، الجي هتشطب الجي، واتش 2 ناقص اتش 1 لو انا قلت اتش 2 دي ناقص اتش 1 دي يدينا الاتش بتاعت المبنى، اقدر اكتب دلتا اتش للمبنى او الجبل، وهنا القراءتين ورول الزئبق. يعني من الاخر انت ما عليك الا ان انت هتعين قراءة البارومتر الكبيرة اللي هي تحت والقليلة اللي هي فوق وتضربها في الرو عشان تطلع الدلتا اتش. انت محتاج بس الكثافات، كثافة الزئبق وكثافة الهواء معروفة، كثافة الهواء بتبقى حوالي 1.25 كيلو جرام على المتر المكعب، كثافة الزئبق بتبقى حوالي 13600. كل اللي عليك ان انت تعوض عن اتش 2 واتش 1 تطلع الدلتا اتش بتاعت الجبل على طول. يبقى اذا يمكن استخدام البارومتر في قياس كام حاجه؟ 2: 1 قياس الضغط الجوي اللي هو ضغط الهواء الجوي عند اي منطقه، سواء عند سطح البحر اللي هو الستاندرد بقى في درجه الحراره والضغط القياسيين، او على قمه جبل، او في قاع منجم، يعني ما عنديش اي مشكله ان انا اقيس الحكايه دي في اي مكان. كمان تعيين ارتفاع جبل او مبنى عن طريق ان انا اخد قراءتين، وبما ان الدلتا بي زئبق بتساوي الدلتا بي هوا، اعوض في القانون يديني ارتفاع الجبل. طبعا هيجي لي اعوض في القانون ده مباشره، مع يعني مش لازم استنتج ولا حاجه. في حته انا عايزكم بقى يعني السلايد ده يعني باي هيرت تحفظوه عن ظهر قلب، بصراحه يعني هو من اهم الشرايح اللي موجوده في الفصل دلوقتي. الواحد اتموسفير اللي هو واحد ضغط جوي له وحدات بنسميها احنا وحدات وزنيه، وحدات ايه؟ وزنيه، وله وحدات طوليه. ايه الوحدات الوزنيه وايه الوحدات الطوليه؟ الوحدات الوزنيه اللي هو باخد فيها وزن عمود الزئبق اللي هو روجي اتش. فطبعا لو خدت الروجي اتش طلع 1.13 × 10^5 ايه؟ باسكال. طب وحدات طوليه خدت الاتش بس،
طبعا الاتش 76 من 100 متر زئبق، لو ضربتها في 100 تبقى 76 سنتي، ضربتها في 10 عشان تبقى بالملي، ملي متر زئبق او 760 تور. اختيار طبعا انتوا عارفين ان هو اسمه تورشيلي، فخد اول 3 حروف من اسمه خدناهم كده وسميناها وحده، وهي وحده لقياس الضغط. بس ديت بيستخدموا فيها الاتش بس، يعني احيانا نبقى احنا محتاجين ان البي اي تساوي اتش بس، لان الروج دي ثوابت، فنستدل بالارتفاع بس. فكل مكان مثلا لو قال لي ان ضغط الهواء 76 سم زئبق، اعرف ان انا عن سطح الارض. طب 74 سم يبقى اعرف ان انا طلعت لفوق. طيب 76 ونص اعرف ان انا انخفضت لاسفل. فالعلماء يستخدموا الوحدات الطولية، وأيضا يستخدموا الوحدات الإيه؟ الوزنية، لما نبقى ماشيين بالنظام الدولي. فخلي بالك لو أنت خدت الاتنين دول وساويتهم ببعض، مش ال 76 دي 76 دي تشطب دي؟ أه، وبالتالي المليمتر الزئبق هو نفس الطول، يعني مفيش فرق ما بين اللفظين، بدل ما نقول مليمتر زئبق نقول طول من كلمة تشيل. كمان الجهاز اسمه بارومتر، فخدنا كلمة بار يعني من الحروف بار ضغط، فالبارومتر الراجل خد القيمة اللي هي ده اهي. طبعا لو سوينا الاثنين دول ببعض دي هتشطب ديت، يبقى البار 10 أس 5 باسكال، البار 10 أس 5 ايه؟ باسكال، البار 10 أس 5 باسكال. حضرتك لما يجي لك حول من أي وحدة لأي وحدة، يعني مثلا لو جالي مثلا على سبيل المثال ضغط قدره، وحط لي اي رقم وليكن مثلا يعني 76 في الدين مثلا يعني 152، 152 سنتيمتر زئبق، ويقول لي عايز الضغط ده بايه؟ انا عايز الضغط ده بالطور وبالبار وبالباسكال وبالاتموسفير وكل حاجه، ما عليك الا ان انت تلجأ للسطرين دول. هو دلوقتي دول ايه؟ بالسنتيمتر زئبق، عايزهم مثلا بالبار، تمام؟ اقول حاضر، انا عندي في الضغط الجوي مش 76 سنتي متر زئبق، هما الواحد اتموسفير ودول بيساووا 1.13 بار. كده انا كتبت العلاقه ما بين الوحدتين اللي انا عايزهم بالمعاملات بتاعتهم، يعني ال 76 سنتي متر زئبق بتعادل 1.13 ايه؟ بار. طب يبقى ال 152 سنتي متر زئبق تعادل كام اكس؟ سي مقص يا معلم، ويبقى الاكس بتساوي ده في ده على ده، يبقى 152 في 1.13 على 76، دي مع دي فيها الاثنين، يبقى 2 في 1.13 اللي هي 2.26. طبعا انا الفكره اللي عايز اقولها لك ان احنا بنكتب الضغط الجوي بالوحده المحول منها والوحدة المحول إليها بالمعاملات بتاعتهم وكل حاجة، وتحط الاتنين التانيين تحتهم وتطلع لي إكس وخلاص. هذا السلايد اللي أنا يعني بقول لكم عليه تحفظوه صم، لسبب يعني بيجيب السؤال وبيكون طالب الناتج بوحدة خاصة بوحدة معينة، يعني أقول لك أوجد مثلا ضغط الحاجة دي بالطور بالبار بالباسكال بالمليمتر زئبق بالمتر زئبق بالوحدات الضغط الجوي اللي هي الاتموسفير. طبعا الطالب بيبقى حل كل شيء، حل كل شيء، وجه عند التحويله النهائيه ديت ووقف. وانتوا عارفين ان الاختبار بيبقى فيه اسئله اختر، فممكن تكون حليت المساله بس كل اللي فيها جيت عند التحويله. فانا مديك طريقه من اروع ما يكون، لان في طبعا ناس بتستخدم قوانين يقولوا بنضرب القيمه المطلوب تحويلها في الضغط الجوي بالقيمه المحول اليها مقسوما على الضغط الجوي بالقيمه المحول منه، وهذا القانون قانون جيد، بس هو نفس الفكره،
بس قانون. طب ليه؟ ما انا عندي ابقى عارف السطرين، اشوف الوحدات اللي عندي قسمتها لك لنوعين اهو، وحدات وزنيه ووحدات طوليه. الوحدات الوزنيه فيها الواحد ضغط جوي عادل كام؟ 1 ضرب 10 من 1000 10 اس 5 بس كام؟ 1 10 من 1000 بار. الاتموسفير الواحد بيعادل الايه 76، دي طبعا وحدات طوليه بس. طبعا كلنا عارفين ان 76 من 100 متر هي نفسها 76 سم، هي 760 مللي اللي هم 67 طول. فطبعا مهم ان انا ابقى عارف السلايد ده وهنستخدمه كتير وهتشوفه دلوقتي في الحلول. خش بقى على الاسئله على طول. بسم الله الرحمن الرحيم، اول سؤال على طول خط لازق كده. اذا علمت ان الضغط عند نقطه 10 اس 5 كيلو جرام متر سالب 1 سالب 1 سالب 2 اللي هي وحده دوليه، اللي هي زي الباسكال كده، اللي هي متر على متر المربع. حلو؟ فانه يعادل، هنا بقى هنقول احنا عارفين ان الواحد و13 من 1000 في 10 اس 5 باسكال، دي الوحده اللي هو دي الحاجه اللي هو ايه الوحده اللي مديها لي. لو عايز احولها انا شايف بار بار وسنتي وسنتي، خلينا نشتغل يا في السنتي يا بالبار. ده قد ايه بار؟ 1 و13 من 1000 بار. يبقى انا كده ده بالبار، حط القيمه اللي هي 10 اس 5 باسكال، شوفها هتديك كام بار اكس. يبقى الاكس تساوي مقص، هيبقى 1 و13 من 1000 في 10 اس 5 على 1 و13 من 1000 في 10 اس 5، ضربت دول مقص، يبقى ده في ده على ده، ده مع ده وده مع ده، يطلع 1 بار. واضح ان الاجابه رقم ج صحيحه. ده انا اصلا ممكن يكون طالب انه يحل، ده ممكن يكون طالب انه يحل وفي النهايه يقول لك اوجدها بالبار. طب ما يمكن يا مستر، طبعا بال 10 اس 5 بار دي غلط. طب ما يمكن السنتيمتر زئبق مظبوط هو كمان، تعالوا نشوف. هتبقى 1 و13 من 1000 في 10 اس 5 باسكال، دي الوحده اللي هو مدالنا عايز نحولها، ديت عامله 76 سنتي متر زئبق. يبقى ال 10 اس 5 باسكال تدينا اكس مقص، واضح ان الاكس هتبقى 76 في 10 اس 5 على 1 13 من 1000 10 اس 5، 10 اس 5 تشطب 10 اس 5 يتفضل 76 على 1 13 من 1000، مستحيل تدينا 76 ولا 760. يبقى واضح ان اختيارنا كان صحيح، وهو واضح من هنا على طول. اذا علمت ان قيمه الضغط الجوي يساوي كذا اتموسفير، لذا فانه يكافئ كام باسكال؟ ستوب، هنا ننتظر. الواحد اتموسفير دي الوحدة اللي هو مديها لها، اللي أنا عايز القيمة اللي عايز أحولها، لأن هكتب تحتها 74 من 100 أتموسفير. يبقى أنا اديت له الوحدة اللي أنا عايز أحولها والضغط الجوي بنفس الوحدة. عايز أحولها لباسكال، باسكال يعني 1 13 من 1000 كضغط جوي، 1 13 من 1000 10 أس 5 عشان تبقى باسكال، عايز القيمة ديت بالباسكال. مقص، يبقى الإكس بتساوي 74 من 1000، 74 من 100 في 1 و13 من 1000 في 10 اس 5 على 1. معاك آلة حاسبة؟ اه معايا. طب يلا طلع لي ناتج، وتعود يا ابني انك انت تحل معانا على الاقل دلوقتي علشان خاطر ما اقابلكش مشكلة، وانا بحل معاك اهو. ادي 74 من 100 في 1 13 من 1000 في 10 اس 5 يساوي، طالعه معايا 7 4 9 6 2. انا عايز احرك العلامه، ادي رقم 2 3 4، هتبقى 7 4 9 6 2. بقى في كام رقم بعد العلامة؟ 4. يبقى اضرب لي
في 10 اس 4. طب لو كان بعد العلامة، بعد العلامة في 5 ارقام، كنا ضربنا في 10 اس 5. شوف انت هتحط كام رقم بعد العلامة يبقى الناتج ده صح. انت عملت ايه يا مستر؟ مفيش بقى لا الضغط بالمحول منه ولا بالمحول اليه. انا كل اللي عملته كالاتي، حطيت الوحدتين اللي انا عايز احول منها واللي انا عايز احول لها فوق، ورحت حاطط القيمة اللي عايز احولها والتانية اكس. خليك عارف، شوف الجدول اللي احنا عملناه، المسألتين اللي جم، خلي بالك دي كلها اسئلة جات في امتحانات التابلت. السؤال اللي بعده: خزانان متماثلان بهما سائلان، كثافة السائل بالخزان الثاني أكبر من كثافة السائل بالخزان الأول، والخزان الأول مغلق والخزان الثاني مفتوح. طبعا يا جماعة أنتوا عارفين لما الخزان يكون مفتوح بيبقى الضغط اللي فيه ضغط إيه؟ ضغط السائل زائد الضغط الجوي. يبقى هو بيقول لي واحد مغلق والثاني مفتوح، دول ما ينفعوش، دول ما ينفعوش، دول ما ينفعوش، دولت الاثنين مغلقين، ده الاثنين مفتوحين، ده اصلا ما فيش ضغط جوي قيمته ثابته كده الا لو اتحركنا افقيا. هو بيقول لي لا ده خزانين وعايز علاقه مع عمق. يبقى واضح ان الاختيار رقم ج، وده بمجرد النظر. يعني احنا جبناها بس هنا عشان يعني ان في بي ايه هنا، القيمه دي الجزء ده اسمه بي ايه. اذا علمت ان ضغط الجوي المعتاد عند سطح البحر 76 طبيعي، احنا حافظينه بقى خلاص، وأن انخفاض درجة الحرارة يعمل على زيادة الضغط. يعني مفترض إن إحنا لما الجو بيبقى شتا ودرجة الحرارة تنخفض إن ذلك يعمل على زيادة الضغط. أي القيم التالية توضح قيمة الضغط الجو في الشتاء في ليلة باردة جدا؟ يعني أنا عايز قيمة أعلى من دي. الأول أشوف القيمة ديت بالوحدات الأخرى، هو بالمتر زئبق المفروض إن هو يكون 76 من 100 متر زئبق. واضح ان ال 76 من 100 ال 8 من 10 ديت اكتر منهم، فتصلح ان تكون قيمه. تمام؟ طيب ما يمكن واحد ضغط جوي لواحد اتموسفير؟ لا، لواحد اتموسفير يا اساتذه هو قيمه الضغط الجوي مش في ليله بارده جدا. لا ده في الوضع الطبيعي اللي هو كان عند سطح البحر في درجة الحرارة العادية. طب التسعة بار يا عم، ده الواحد وتلتاشر من ألف بار دي القيمة العادية، يبقى التسعة من عشرة ده أصغر، ما تنفعش، عايزين أكبر. طب السبعمية وخمسين طور يا عم، ده السبعمية وستين طور دي القيمة العادية، 750 طور اقل، ده ما ينفعش، يبقى دي القيمه الوحيده اللي حصل عندها زياده فين؟ في الضغط. اذا كان الضغط الجوي عند نقطه اهو فانه يكافئ. ملاحظين حاجه يا اولاد؟ جميع الاسئله عباره عن تحويلات للضغط. فانا يعني كل امل ان اقول هو عايز الضغط الجوي، هو مديهوله اهو، فانه يكافئ قد ايه؟ والله 76 من 100 متر زئبق، ولا 1.13 من 1000 بار، ولا 1.3 من 100. هو ما قالش ان الضغط الجوي عند نقطه 1.13 من 1000، لا ده هو قال 1.3 من 100 بس كام، وهو عايز يكافئ كام؟ اقول له حاضر، 1.3 من 100 غير 1.13 من 100، ما ينفعش 76 ولا 1.13 من 1000، هو حاجه من الاثنين دول. وتعالوا نجيبها بالملي بالسنتيمتر زئبق وبالبار، اقول له حاضر، الواحد وتلتاشر من الف في عشرة اس خمسة باسكال بتدينا واحد وتلتاشر من الف بار، يبقى الواحد وتلاتة من مية في 10 اس 5 باسكال تدينا اكس، يبقى الاكس تساوي، تعال نضرب كده بسط ومقام، 1.13 من 1000 في 1.03 في 10 اس 5 على 1.13 من 1000 في 10 أس 5.
الناتج طالع عندي 1.03 بار، يبقى القيمة دي صحيحة. طب ليه يا أستاذ ما خدتش القيمتين دول؟ ما خدتش القيمتين دول ببساطة لأن دول قيم الضغط الجوي اللي قيمته 1/13 من 1000 في 10 أس 5. هنا ما فيش 13 من 1000، ده 1/3%، يعني في واحد متشال من هنا، فجربت على طول مع البار. طبعا البار لو هنا ايه الفرق بين دي ودي؟ دي 1/3% اللي طالعه لي، مش 1/13 من 1000. اذا كان الاختلاف في قيمه الضغط داخل طائره محلقه في الهواء وخارجها 1/100 اتموسفير، ده بيكفي كام؟ 1/100 اتموسفير. اقول له حاضر، ده الواحد اتموسفير يكافئ 76 متر من 100 متر زئبق. تمام يا اولاد؟ يبقى الواحد من 10 اتموسفير يكافئ اكس، يبقى الواحد من 10 في 76 يطلع 76 من 1000 طبيعي مباشرة من غير حسابات خالص، هي سهلة فما فيش فيها أدنى مشكلة. الشكل، ادرس الشكل الذي أمامك واحسب الضغط الواقع على سطح الزيت بالبار وبالطول. يعني هو عايز الضغط هنا بالبار وبالطول. طبعا احنا عندنا الضغط تحت بكام؟ ب 2 في 10 اس 5، وعايز الضغط الجوي هنا كام؟ اقول له حاضر، ما هو الضغط تحت اللي هو كاتبه ده عباره عن بي اي زائد رو جي اتش زيت زائد رو جي اتش ميه، يبقى بي اي ومع الزيت ومع الميه. البي اي عندنا والرو جي اتش زيت عندنا والرو جي اتش ميه عندنا، طلعنا مين؟ البي اي. البي اي اللي هتطلع هنا يا اولاد هتطلع بالباسكال اللي هو بالنيوتن على المتر المربع. انت دورك ايه؟ انك تطلعها لي بالبار وبالطول. تعرف؟ اقول له اعرف. الواحد و13 من 1000 في 10 اس 5 باسكال يدونا كذا بالبار، واحط القيمه دي واحولها للبار. طب بالطول نفس الشيء. ده الواجب بتاعك النهارده. الواجب ده لانه ربط لي الدرسين ببعض وانا اديتك الطريقه. الشكل اللي بعده، يمثل الشكل بارومتر زئبقي موضوع في مكان لقياس الضغط الجوي، فيه تدل قراءة البارومتر على انه موضوع في ايه؟ هو المفترض ان هو لو على سطح الارض كانت 76 من 100 متر، بس ده 65 من 100، ده دليل على ان احنا طلعنا على قمة جبل حيث انخفض الضغط، انخفض ارتفاع الزئبق في الانبوبة البارومترية. يعني كلما اتجهنا لاعلى بيقل الايه؟ وكلما اتجهنا لاسفل هيزيد طبعا. برج ارتفاع 90 متر، فاذا علمت ان الضغط الجوي 76 سم وكثافه الهواء كذا، احسب الضغط اعلى البرج. طبعا اتش 2 ناقص اتش 1 فرول الزئبق بتساوي ارتفاع المبنى اللي احنا قلنا عليه دلتا اتش في رو هوا، تعويض مباشر مفيش اي مشكله. بس ما تنساش لو اني خدت يعني طبعا رول الزئبق عندنا ورول الهوا عندنا اهو، وهو مديك الارتفاع ده ب 90، ما تنساش انك ديت هتبقى 76 من 100 عند سطح الارض اللي هي القيمه الكبيره، يبقى ده 76 من 100 عشان يبقى بالمتر عشان يبقى وحدة دولية، ناقص اتش 1 رول الزئبق 13600 يساوي دلتا اتش 90 كثافة الهواء 1.25، ونطلع قيمة اتش 1. طبعا ده هيجي مقام، وبعدين طبعا نودي ال 76 بإشارة مخالفة ونطلع قيمة H، أو نجيب ده بإشارة مخالفة ونطلع قيمة H بسهولة جدا جدا. في الشكل ده خزان مملوء، فإذا كان ضغط السائل عند النقطة X 3 بار، عايز ضغطه عند نقطة Y. والله يعني واضح إن البي عند X لو قسمته على البي عند Y، البي عند X هيبقى رو جي دي،
وعند واي رو جي 3 دي، لما يكون ده 3 على بي واي تساوي 1 على 3، يبقى 3 في 3 ب 9، ومباشرة ما فيش فيها أدنى مشكلة. نقول للمرة الأخيرة استفدنا النهاردة درس مهم جدا، هنراجع عليه الحصة القادمة إن شاء الله، اللي هو البارومتر في بداية الحصة على شكل أسئلة. أتمنى إن يكون الأسئلة اللي عرضناها نالت إعجابكم. إن شاء الله معادنا الحصة الجاية مع درس اسمه الأنبوبة ذات الشعبتين أو الأنبوبة ذات الفرعين. الدرس ده السنة اللي فاتت كان هو محور الامتحان وبيعتمد على درس النهاردة. أتمنى تذاكروا درس النهاردة وتستعدوا للدرس الحصة الجاية. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.